قضايا كتير جدا. هو ده النموذج اللي احنا عايزينه، النموذج اللي احنا متعطشين ان احنا نشوفه. هو سجن النساء تقدري تقولي هو قضايا المرأة، الست المقهورة والمضطرة تستحمل حاجات كتيرة قوي، مش البطلة بس، لكن من خلال السجن بتشوفي ستات كتير عملوا جرائم، بس نتيجة الحياة القاسية، نتيجة الظروف اللي هم عايشين فيها. وأعتقد بدايتها الجهل، يعني لأن في عدم ثقافة طبعا. أكيد الفيلم ده المسلسل وأنا بعمله، أنا مش في دماغي إن أنا بعمل قضية، لكن أنا في دماغي إن أنا بعمل غالية اللي بيحصل لها كل الحاجات اللي على مدار الـ30 حلقة، والناس التانية الأبطال التانيين كل واحد وراه حدوتة، وراه قصة، وراه قضية. بس المسلسل معمول بشكل إنك أنت في الآخر بتتفرج على قصة، مش قاعد بتتفرج على قضية. ويمكن ده حلاوة الفن، ان هو بيعيشك في القصة، ولو انت صادق قوي وحابب قوي بعد كده طول الوقت بتقعد تفكر هو ايه اللي حصل وده حصل ليه. وعايز اقول لكم حاجة، ان بعد مسلسل سجن النساء كان عندنا اللي هي زينات اللي بتزوق البنات، لو حد اتفرج على المسلسل، جابوا جهاز غسيل كلى في المستشفى، جمعية خيرية تبرعوا وجابوا جهاز غسيل كلى، اعتقد مش واحد بس اتنين. غير كده ان في جمعيات اهلية كتيرة قوي بتتبرع، انا عارفة كل شهرين بيطلعوا الغريمات، لان دي قضية تانية. يعني في كذا حد اعرفه ودايما بنلم الناس، بنلم فلوس من الناس عشان نساعد الغريمات اللي دخلوا السجن، لبرضه لظروف، للجهل، للفقر، لحاجات كتيرة قوي. وبيبقوا ستات كتير ومعظمهم بجد دخلوا ما كانش حد على باله ان هو هيحصل كده، لكن هم للأسف كتير. ففعلا سجن النساء يعني ناقش قضايا كتير، بس برضه ارجع اقولها كنا بنعمل قصة حدوتة حلوة مؤلمة، بس كان فيها استمتاع. فعلا